بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس الثامن. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل إلى قوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول مكتوبنا مع الشاهدين، هذه الآيات فيها ذكر معجزات المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الدالة على أنه رسول من عند الله وأنه عبد لله ورسول من رسل الله، وفي هذا رد على اليهود الذين جحدوا رسالته وهموا بقتله على عادتهم في قتل الأنبياء، ورد على النصارى الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الربوبية والمشاركة لله عز وجل في ربوبيته وإلهيته. وقوله سبحانه ويعلمه الكتاب، مراد بالكتاب هنا الخط، يعلمه الكتاب أي الكتابة بالقلم والخط بالقلم، ويعلمه الكتاب والحكمة، والحكمة المراد بها الفقه والفهم في دين الله عز وجل، لأن الفقه في دين الله
أمره عظيم بخلاف الذي لا يفقه ولا يفهم، هذا لا يستفيد، إنما يستفيد من آيات الله الفقيه الذي أعطاه الله الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين أي ارزقه الفهم في كتابك وسنة رسولك. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المدار على كثرة الحفظ، ولكن المدار على فهم، ليس المدار على كثرة حفظ النصوص، حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث، ولكن المدار على فهم كتاب الله وسنة رسوله فهما صحيحا، هذا هو المقصود. ولهذا قال في عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة، أي الفهم عن الله سبحانه وتعالى. ورسولا إلى بني إسرائيل، أي وجعله رسولا إلى بني إسرائيل، أرسله الله سبحانه إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله سبحانه ويأمرهم بعبادته وينهاهم عن التحريف الذي أحدثوه في التوراة، فهو رسول من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، ورسولا إلى بني إسرائيل وهم ذرية يعقوب. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق بن إبراهيم، ذريته يقال لهم بنو إسرائيل، وهم اليهود. رسولا إلى بني إسرائيل، فرسالته خاصة ببني إسرائيل. وكل نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما قال الله جل وعلا آمرا له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورسولا إلى بني إسرائيل بماذا؟ أني قد جئتكم رسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. والآية هي الدلالة، الدلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. فكل رسول يأتي بآية تدل، أي معجزة تدل على رسالته وعلى صدقه. أني قد جئتكم بآية من ربكم، وآية هنا منونة منكرة
تعم جميع الآيات التي ذكرها بآية من ربكم. هذه الآية تتكون من أشياء كلها تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، لأنها معجزات لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وأجراها على يد عيسى عليه السلام دليلا على صدقه في رسالته، وليست من صنع عيسى، لأن المعجزات ليست من صنع الأنبياء، وإنما هي من الله لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، الله هو الذي يجري الآيات والمعجزات على أيدي رسله، وليس الرسل هم الذين يبتكرون الآيات من عندهم. أني قد جئتكم بآية من ربكم، ولهذا قال من ربكم أي ليست من عندي، هذه الآيات ليست من عندي ولا من ابتكاري، وإنما هي من ربكم، من الله سبحانه وتعالى. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي قراءة كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. أما قوله أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، الطير جمع طائر، صيغة جمع، وذلك أن الله أقدره على أن يأتي بالطين ويبني منه هيكلا على شكل طائر، هيكل على شكل طائر كهيئة الطير، طير متكامل، ثم ينفخ فيه، ينفخ في هذا الطير فيكون طيرا بإذن الله ويطير وهم ينظرون إليه. هذه معجزة تدل على رسالته عليه الصلاة والسلام، فيكون طيرا بإذن الله. ولهذا قال بإذن الله، أن الله هو الذي أقدره على ذلك وأمره به، وليس هذا من مهارته أو من مقدرته، بل هذا من الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق خاص بالله، الله هو الخلاق وهو الخالق، ولكنه أعطى المسيح هذه النوعية من الخلق دلالة على صدق رسالته، فيكون طيرا بإذن الله، أنفخ فيه أي في الطير، فيكون طيرا بإذن الله. وفي الآية الأخرى فأنفخ فيها أي في الهيئة، هيئة الطير، فتكون طيرا بإذن الله، بإذني، فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني أي بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس هذا من عمل المسيح حتى يقول هذا من عندك، وإنما هو من عند الله الذي أرسله سبحانه وتعالى. ثم الآية الثانية: أبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه هو الذي ولد بدون بصر، الأكمه هو الذي ولد بدون بصر، فيمسح عليه بيده عليه الصلاة والسلام فيبصر، هذا بأمر الله، هذا معجزة، ولا يقدر البشر، لا الأطباء ولا جميع الأطباء لا يقدرون أن يجعلوا بصرا لمن لم يخلق الله له البصر وهو الأكمة، هذه معجزة. وأبرئ الأكمة والأبرص
والبرص مرض جلدي معروف لا يقدر الأطباء على علاجه أبدا. البرص مرض جلدي لا يقدر الأطباء على إزالته وعلاجه. الله أعطى المسيح أنه يبرئ الأبرص، إذا مسح عليه برئ وعاد جلده سليما، لأن البرص كما تعلمون فيه تشويه للإنسان، ولذلك نعمة الجلد وبقاءه على خلقته وهيئته نعمة من الله، فإذا شاء الله سلب هذه النعمة وأحدث البرص في جلد الإنسان. قالوا والحكمة في ذلك أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، أن كل نبي يأتي بمعجزة من جنس ما يشتغل فيه ما تشتغل فيه أمته. فلما كان قوم فرعون يشتغلون بالسحر وهو عندهم علم عظيم، جاء موسى عليه السلام بما يعجز السحرة، جاء بما يعجز السحرة وهو العصا التي تنقلب حية، هذا لا يقدر عليه السحرة أنهم يقلبون العصا إلى حية، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان السحرة يشعوذون على الناس ويقمرون على أعين الناس كما قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترعبوهم وجاءوا بسحر عظيم، إلا أنه سحر تخييلي لا حقيقة له، فالله أعجزهم وأمر كليمه موسى عليه السلام فقال له ألقي عصاك. لما ألقوا سحرهم وملأوا الوادي بالسحر والشعوذة أمره الله أن يلقي عصاه فألقاه فالتقم كل السحر الذي في الوادي، وخافوا على أنفسهم أن تلتقمهم هذه الحية، فعند ذلك علم السحرة لأنهم ألفاً عرفوا أن هذا ليس بالسحر وإنما هذا من عند الله عز وجل، فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، أبطل الله سحرهم وكيدهم بهذه المعجزة العظيمة. وكذلك المسيح عليه السلام لما كان قومه مهرة في الطب، في وقت المسيح كان بنو إسرائيل مهرة بالطب وبلغوا من الطب مبلغا عظيما، فجاء بآية من عند الله لا يقدر عليها الأطباء، تعجز الأطباء، وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص، هذا لا يقدر عليه الأطباء، دل على أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولما كان قومه أصحاب فصاحة وبلاغة ولغة عجيبة وهي اللغة العربية التي تفوق جميع اللغات في الفصاحة والبلاغة والوضوح، جعل الله معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبلاغة التي لا يقدر عليها أحد، وهي القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي أعجز الفصحاء والبلغاء قاطبة، فلم يقدروا على أن يأتوا بمثله، ولم يقدروا على أن يأتوا بعشر سور
من مثله، ولم يقدروا على أن يأتوا بسورة من مثله، مع أنهم عرب وفصحى والقرآن بلفظ عربي بلسان عربي مبين، ومع هذا أعجزهم فلم يستطيعوا أن يحاكوه ولا أن يأتوا بسورة من مثله، أقصر سورة ما استطاعوا. تحداهم الله، أولا قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا بمن شئتم من الجن والإنس يعينونكم على أن تأتوا بعشر سور، ادعوا من استطعتم من دون الله، عجزوا عن ذلك. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله كنتم صادقين، فلم يستطيعوا. ولهذا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن لم تفعلوا في الحاضر ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن معجز يتحدى الناس إلى أن تقوم الساعة، ما أحد يستطيع أن يحاكي سورة منه، هذه معجزة عظيمة، والقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية، معجزة العظمى القرآن العظيم. فكانت معجزات الأنبياء تكون من جنس ما شاع في وقتهم مما عليه الناس إعجازا للناس ودلالة على صدقهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا المسيح عليه السلام لما كان قومه مهرة في الطب تحداهم الله، فجعل على يد عيسى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وهم لا يقدرون على ذلك، دل على أنه رسول الله حقا، وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الموتى لا يحييهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه أقدر المسيح على أن يحيي الموتى، معجزة له ودلالة على صدقه، فكان إذا كلم الميت يحيى، إذا كلم الميت في قبره فإنه يجيبه ويقوم من قبره، وقد يعيش دهرا بعد ذلك ويولد له، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأحيي الموتى بإذن الله، لأن إحياء الموتى من خصائص الله، لكنه أقدر المسيح على ذلك بإذنه أي بمشيئته، أما المسيح فلا يقدر على إحياء الموتى من نفسه، وإنما يقدر على ذلك بإقدار الله له، معجزة له. ولهذا قال بإذن الله. ثم قال معجزة أخرى، وهو أنه يخبرهم عما غاب عنهم، يخبرهم عما غاب عنهم من المغيبات، وأنبئكم أي أخبركم بما تأكلون، بما تأكلون في المستقبل، بما تأكلون في المستقبل أو بما أكلتم في الماضي، وهذا لا يعلمه إلا الله، ما حضرهم وهم يأكلون، ولا يدري ماذا يأكلون في المستقبل لولا أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك. والله جل وعلا يطلع رسله على شيء من الغيب معجزة لهم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والله يطلع نبيه على شيء من الغيب يخبر به من أجل أن يكون ذلك معجزة له. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هما دخل بيوتهم
وإنما يخبرهم بما تشتمل عليه البيوت، فيها كذا فيها كذا من الطعام ومن أنواع الطعام، هذا دلالة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، من عند علام الغيوب. وإلا فالمسيح بشر لا يعلم الغيب، ولكن الله أطلعه على ذلك معجزة له. وما تدخرون في بيوتكم من الأطعمة والأقوات، مع أنهم مغلقون لبيوتهم ومتحفظون عليها ولا يطلع عليها أحد، المسيح أطلعه الله معجزة له، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه معجزات للمسيح عليه السلام. ثم قال إن في ذلك، أي في هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، لآية لكم، أي علامة على صدقي وعلامة على أن ما جئت به من عند الله لا من عنده. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهو حينما أخبرهم بهذه الآيات قال لهم هذه الآيات كافية لمن يريد الحق ويريد الإيمان بالله، وأما المكابر فلا حيلة فيه. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال ومصدقا، عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه، يعني لما سبقه، ومصدقا لما بين يدي من التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وبينه وبين موسى وقت طويل، فهو عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما في التوراة، مصدقا لموسى عليه السلام. وهكذا الرسل يصدق بعضهم بعضا، يبشر متقدمهم بمتأخرهم، ويصدق متأخرهم متقدمهم. مصدقا لما بين يدي، أي بما سبقني من التوراة وأنها كتاب من عند الله، والله جل وعلا بعثه بالتوراة التي أنزلها على موسى، وأمره أن يلزم بني إسرائيل بما فيها، صدقا لما بين يدي من التوراة. وزيادة على ذلك ولأحل لكم ما حرم عليكم، وليحل لكم ما حرم عليكم بعض الذي حرم عليكم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لأن الله حرم على اليهود أشياء من الطيبات عقوبة لهم، عقوبة لهم وتعنيتا لهم، لأنهم تعنتوا على الله عز وجل وتنطعوا، فالله جل وعلا عاقبهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، عقوبة لهم، فحرم الله عليهم بعض الطيبات، بل إنه شق عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. والله عاقبهم على تعنتهم وتشددهم، فحرم عليهم أشياء طيبة من أجل أن يعاقبهم بذلك. المسيح عليه السلام وعدهم بأنه سيحل لهم بعض الذي حرم عليهم من هذه الأشياء تيسيرا عليهم ورفعا للحرج عنهم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما قال وليحل لكم الذي حرم عليكم، لا يحل الحرام والخبائث، الخبائث حرام لا أحد يحلها أبدا، وإنما اليهود حرمت عليهم طيبات
عقوبة لهم. فالمسيح قال لهم إن اتبعتموني فسأحل لكم بعض الذي حرم عليكم من باب التيسير ورفع الحرج. ولهذا قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو أنهم اتبعوا المسيح ليسر الله لهم ورفع عنهم الحرج، كما أنهم لو تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا ليسر الله لهم ورفع عنهم الحرج والآصار والأغلال. لكنهم قوم متعنتون، فالله أبقى عليهم هذا الحرج حتى يؤمنوا، ما داموا لم يؤمنوا فإن الحرج باق عليهم. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، آية كما سبق في أول الكلام، آية تشمل جميع ما جاء به من المعجزات. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله. الآن اتضح لكم الحق، اتضح لكم أني رسول الله، فيجب عليكم أن تتقوا الله وتطيعوني. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية، وقاية من عذابه، إن لم تطيعوني فسيحل بكم العذاب ولا يقيكم منه إلا اتباعي. فاتقوا الله وأطيعون، أطيعوني فيما آمركم به من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا فيه رد على النصارى الذي سبق في رد على اليهود، وهذا في رد على النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله تعالى الله عما يقولون. المسيح قال لهم: إن الله ربي وربكم، يعني أنا عبد مثلكم، فالله رب الجميع، أنا وأنتم، ليس لي من أو من التدبير شيء، وإنما هذا كله لله، ربي وربكم سبحانه وتعالى، ليس لي من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء. فهذا فيه رد على النصارى الذين غلوا فيه وجعلوه بمنزلة الألوهية ورفعوه عن منزلة البشرية. وهذا فيه رد على الغلو في حق الأشخاص، حتى الغلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الغلو في المخلوق، ولو كان من أفضل الخلق ورسولا من أفضل الرسل، لا يجوز الغلو في حقه حتى يرفع ويجعل في منزلة الله ويعبد مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي. الإطراء هو الزيادة في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي لا تعبدوني، ليس لي من الربوبية ولا من العبودية شيء، وإنما أنا رسول من عند الله عز وجل، وأنا بشر مثلكم، وأنا عبد مثلكم، واجب علي وعليكم أن نعبد الله وحده لا شريك له. وهذا فيه دلالة على أن الرسل يبدأون بالتوحيد. فعيسى بدأ بالتوحيد لما بين لهم الآيات الدالة على صدق رسالته، أمرهم بالتوحيد: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. فالعبودية لا تكون إلا للرب، وليس هناك رب إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك رب إلا الله، هو المستحق للعبادة، فاعبدوه. ولهذا قال: هذا صراط مستقيم، أي طريق
سوي، عبادة الله وحده لا شريك له هي الطريق الصحيح، وأما عبادة غيره فإنها ضلال وخسار. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لما رأى منهم المسيح، لما رأى منهم الامتناع عن طاعته وعدم الإيمان به، لما أحس عيسى منهم الكفر، عرف منهم الكفر والعياذ بالله، من اليهود عرف من اليهود الكفر وجحود رسالته، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ طلب من يعينه عليهم، لأنه بمفرده لا يقدر على مكابدتهم ومقاومتهم، يحتاج إلى أعوان، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله صار يعرض نفسه على القبائل ويقول من ينصرني، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. فالرسول بحاجة إلى الأعوان والأنصار الذين يساعدونه. من أنصاري إلى الله؟ أي مع الله جل وعلا، إلى بمعنى مع، من ينصرني مع الله، نصرة الله أولا ثم نصرة المخلوق. وفي بعض التفاسير أن إلى الله بمعنى في الله، من ينصرني في الله، من ينصرني في الله، والمعنى متقارب، أنه طلب العون، أنه طلب من يعينه على تبليغ رسالته ورد الباطل وأهله. فالرسول وحده لا يستطيع إلا بأعوان وأنصار. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، الحواريون جمع حواري، وهم تلاميذ المسيح، تلاميذ المسيح وخواصه وأنصاره، يسمون الحواريين أي الأنصار والأتباع. وكان معه 12 رجلا هم من خواصه وأتباعه. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما طلب النصرة والإيواء قال الأنصار في المدينة نحن أنصار الله، فسموا بالأنصار، سموا بالأنصار، وهم الأوس والخزرج. فعيسى طلب من يعينه في تبليغ رسالته وأداء مهمته، وكذلك الداعي إلى الله، كل من يدعو إلى الله لا بد أن يكون له ظهر يحميه ويؤيده، لا بد، ما يبقى واحدا، لا بد أن يكون له ظهر يحميه ويؤيده ويدافع عنه. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا بالله، واشهد بأننا مسلمون، اشهد أيها الرسول بأننا مسلمون، منقادون لله سبحانه وتعالى، مخلصون له العبادة. فهم أيدوه كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم قالوا متوسلين إلى الله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، آمنا بما أنزلت من التوراة والإنجيل، التوراة التي جاء بها موسى والإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام، وهو مكمل
مكمل للتوراة ومتمم لها، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون للرسل بالبلاغ، فنحن نشهد أن رسولك ونبيك عيسى قد بلغ البلاغ المبين، اكتب شهادتنا عندك، اكتب شهادتنا عندك نؤديها يوم القيامة أن عيسى عليه السلام بلغ رسالة ربه، كما أن هذه الأمة تشهد يوم القيامة لجميع الرسل أنهم بلغوا أممهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد للرسل يوم القيامة أنها بلغت أممها الرسالات التي جاءت بها من عند الله عز وجل. فأتباع المسيح طلبوا من الله أن يجعلهم ممن يشهدون يوم القيامة لرسوله بالبلاغ. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: قبل أيام ادعى شخص في الهند أنه صور الملائكة وشاهدها بعد التصوير في صورة جميلة وبأجنحة، فهل يصح ذلك في الشرع؟ وهل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة؟ هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، والبشر لا يرون الملائكة لأنهم لا يستطيعون رؤية الملائكة على خلقتهم. ولهذا كانت الملائكة وخصوصا جبريل عليه السلام كانوا يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة بشر، لأجل أن لا ينفر الناس من رؤيتهم. ولم يرى الملائكة، لم يرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، إلا مرتين، رآه مرة وهو في بطحاء مكة له 600 جناح كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، رآه على صورته وخلقته الملكية. أما فيما عدا ذلك فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، كما في حديث عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم جعل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة دينهم. فلما انتهى وخرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الرجل. فطلبوه فلم يجدوه، طلبوه فلم يجدوه، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد من هذا أن الملائكة لا يراها، ولهذا لما قال: لولا أنزل علينا الملائكة، الكفار يتحدون: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، الملائكة إنما ترى عند نزول العذاب والعياذ بالله والهلاك، عند نزول العذاب والهلاك
يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم. فهذا الذي يقول أنه صور الملائكة هذا كذاب ودجال، كذاب ودجال لا يصدق. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم إيقاد النار في بيت الميت؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ما زال الصحابة يموتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهاهم أن يوقدوا النار في بيوتهم، بل تركهم يطبخون ويأكلون ولا ورد أنه ينهاهم عن إيقاد النار في بيوتهم، إنما قال العلماء أن الجنازة ما تتبع بنار أو يوضع في القبر شيء مسته النار، هذا من قول الفقهاء فيما أعلم. نعم. وهل يجوز قراءة شيء من القرآن بعد دفن الميت وذلك على القبر؟ لا يجوز هذا، هذا يحتاج إلى دليل. قراءة القرآن على القبور أو في المقابر هذه بدعة، لأنها لا دليل عليها، لا دليل عليها، وما ليس عليه دليل فهو بدعة. نعم. يقول انتشر التصوير في الحرم، الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو، فهل من نصيحة وكلمة حول الذين اتخذوا التصوير وسيلة لتسجيل رحلة العمرة والحج؟ هؤلاء ما جاءوا للعبادة، إنما جاءوا للاطلاع، جاءوا للاطلاع والسياحة والله أعلم، وإلا لو كانوا جاءوا للعبادة لاشتغلوا بذكر الله والصلاة والطواف بالبيت واستغلوا وقتهم في العبادة، أما أنهم يستغلون وقتهم في المعصية فهذا حرمان مبين، ولا سيما المعصية في الحرم، نسأل الله العافية. والتصوير معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فهل يرضى هؤلاء المعتمرون والحجاج أن يكونوا يوم القيامة أشد الناس عذابا؟ نسأل الله العافية. فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يكفوا عن التصوير، والواجب على المسؤولين عن عمل الحرام، أعمال الحرام، أن يمنعوهم من هذا العمل القبيح. نعم. هل يجوز للمرأة أن تعمل في التدريس في مدرسة لا يوجد فيها ذكور إلا المدير والموجه؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تعمل في التدريس في مدرسة لا يوجد فيها ذكور إلا المدير والموجه؟ المدرسة اللي فيها اختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز العمل فيها، لا يجوز العمل فيها إلا إذا كان المدير ومن يساعده في معزل عن النساء، في معزل عن النساء، النساء على حدة في المدرسة والمدير في إدارة مستقلة وبعيدة عن النساء، فلا بأس بذلك. نعم. هل تصح عمرة من عليه دين؟ تصح العمرة إذا جاء واعتمر تصح عمرته، ولكن يكون آثما في أنه صرف المال للعمرة وترك الدين الذي عليه، الواجب أنه يسدد الدين أولا، فإذا بقي شيء يعتمر فهو تصح عمرته مع الإثم، إلا إذا كان الدائن سمح له، إذا كان الدائن سمح له فلا بأس. نعم. ماذا أفعل عندما أشرع في صلاة النافلة وتقام صلاة الجنازة؟ تستمر في النافلة، لا، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة إذا أقيمت الفريضة، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا في الفريضة. أما من أقيمت صلاة الجنازة وهو في نافلة فإنه يستمر في نافلته ولا يقطعها. نعم. قمت بإنشاء مصنع للمنتجات الورقية المناديل الناعمة، وأرغب أن أضع في كل علبة هدية، فما حكم ذلك؟ وعندما يشتري الزبون 10 قطع تعطى له علبة هدية، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، وضع الهدايا على السلع من أجل
من أجل ترغيب الناس في الشراء، فهذا يؤثر على الآخرين، على أصحاب المصانع الأخرى التي لا تضع هدية، فينصرف الناس إليك ويتركون الآخرين. هذا من ناحية، وهذا إضرار بالناس. الناحية الثانية أن هذا يحمل الناس على شراء منتجاتك طمعا في الهدية، وقد لا يكون لهم فيها حاجة، إنما يشترونها لأجل الحصول على الهدية، وهذا فيه ضاعة للمال. هذا فيه ضاعة للمال. نعم. يقول: أنا طالب علم في الحرم وغير متزوج، وحصلت على مبلغ 1,000,000 ريال بوصية من جدتي، فماذا أصنع؟ هل أتزوج أو أبني؟ نعم. يقول: أنا طالب علم في الحرم وغير متزوج، وحصلت على مبلغ 1,000,000 ريال بوصية من جدتي، فماذا أصنع به؟ هل أتزوج أو أبني مسجدا أو أقوم بتشغيل هذا المبلغ في التجارة؟ هذا على حسب شرط الموصي، ينظر الوصية وماذا قال فيها، أن هذه الدراهم تصرف في أي شيء، يعمل بشرط الموصي. نعم. ما حكم لبس البنطلون بالنسبة للرجال والنساء والأطفال؟ البنطلون بادئ ذي بدء في الحقيقة أنه لا يصلح لباسا للمسلم، لا رجلا ولا امرأة. لماذا؟ لأنه ضيق ويبين أعضاء الجسم، وفيه فتنة، وأيضا لا يتمكن الإنسان في الصلاة من الجلوس، ومن لضيقه لا يتمكن من الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين، فهو ضيق، فيلبس الثوب الواسع الذي يتمكن فيه من الصلاة والسجود والجلوس وغير ذلك. واللباس يتبع البلد، كل بلد له عرفه. البنطلون ما يلبس عندنا ولا يستعمل عندنا، لا للرجال ولا للنساء، فتلبس لباس البلد، تلبس لباس البلد الذي يلبسونه. نعم. يقول: المسح بعد قراءة المعوذات هل يكون فقط عند النوم أو أيضا بعد كل فرض من الصلاة؟ نعم. المسح على الجسد بعد قراءة المعوذات هل يكون فقط عند النوم أو كذلك بعد كل فرض من الصلاة؟ الذي ورد أنه عند النوم، الذي ورد أنه عند النوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويمسح ما أقبل من جسده على وجهه، وما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، هذا عند النوم. نعم. يقول والدتي أو سائلة: والدتي قامت بتكنيز ذهب لمدة 10 سنوات من أجل زواجي، وأخذته في الزواج وتزوجت به، هل عليه زكاة؟ علماً عليه الزكاة إذا بلغ النصاب، عليه الزكاة كل سنة، لأنه مال يبلغ النصاب وتتم عليه السنة، تجب فيه الزكاة، يخرج ربع العشر ولو كان يراد للزواج أو يرصد للحاجة، تجب عليه الزكاة بمرور السنين، كل سنة ربع العشر منه. نعم. يقول: ما حكم لبس أو لباس فيه رسوم متحركة لذوات الأرواح للأطفال؟ لا يجوز اللباس الذي فيه صور، وإذا صارت متحركة فالفتنة أشد، ألا يجوز استعمال الصور في اللباس، ولا تعليقها على الجدران، ولا اقتناها في الصناديق للذكريات، يجب إتلاف الصور والتخلص منها إلا ما دعت الضرورة إليه، كالصور التي يحتاجها في جواز السفر أو بطاقة الشخصية أو رخصة قيادة السيارة، هذه للضرورة، يحتفظ بها للضرورة. أما اقتناء الصور لغير ذلك فهو حرام، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدع صورة إلا طمستها. واللباس الذي فيه صور أشد، لأن فيه حمل للصورة، تعظيم للصورة. نعم. هل يجوز تعيين الكفار إذا ماتوا بأسمائهم أنهم في النار؟
لا نحكم لأحد بالنار إلا بدليل من حكم الله عليه أنه في النار كفرعون وهامان وقارون فنحكم عليهم، أما من لم يحكم عليه الله ولا رسول أنه في النار فإننا لا نجزم لأننا ما ندري ما ختم له به، لا نعلم الغيب، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. ما حكم إذا تقدم إمام لا يحسن قراءة الفاتحة ومن المأمومين من يحسن الفاتحة، ماذا يفعل أو المأمومين؟ إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح إمامته بمن هو أحسن منه قراءة، أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة وتصح إمامته، ولكن عند التقديم لا يقدم للصلاة إلا من هو سالم من اللحن الذي يحيل المعنى والذي لا يحيل المعنى. نعم. هل السنة في الحرم أجرها مضاعف إلى 100,000 حسنة مثل الفريضة؟ صلاة السنة في الحرم هل أجرها مضاعف إلى 100,000 كالفريضة؟ نعم، عموم الحديث يقتضي هذا، صلاة في مسجد هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، فالصلاة عام هذا للفريضة وللنافلة. نعم. يقول عندي كفارة يمين، فهل يجزي 1.5 كيلو من التمر مثلا بدون شيء آخر أو من الثمر بدون لحم؟ نعم، يجزي إخراج الطعام بالمقدار 1.5 كيلو من الطعام للمسكين، وإذا جعلت معه إداما من لحم أو زيت أو دهن فهذا أكمل وأحسن، هذا مكمل. نعم. ما حكم إعطاء مال الزكاة لتسديد دين رجل توفي وعليه دين؟ الزكاة لا تدفع في الديون عن الأموات، إنما تدفع للأحياء الغارمين الذين عليهم ديون وهم أحياء، تدفع لهم الزكاة ليسددوا الديون التي عليهم إذا كانوا عاجزين عن تسديدها، أما الأموات فلا تدفع في ديونهم، لأن الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي ادفعوها، وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، المراد الأحياء، فقراء الأحياء والمساكين الأحياء. نعم. وهل يجوز إعطاء مال الزكاة لفقير يريد العلاج وعمل عملية جراحية؟ نعم، إذا كان محتاج للعملية ولا عنده تكاليف العملية فيعطى من الزكاة ما يستطيع به العلاج، لأن هذا من الضروريات، هذا من ضروريات الفقير. نعم. هل يجوز الاستنجاء والاغتسال بماء زمزم في دورات المياه؟ لا بأس بالوضوء وبالاغتسال من ماء زمزم، إلا أن الفقهاء كرهوا الاستنجاء به، لأنه ماء مبارك وله حرمة، فلا ينبغي أن يمتهن في الحمامات وفي الاستنجاء وغسل النجاسات، وأما الوضوء به والاغتسال به فلا بأس بذلك. نعم. إذا قرئ القرآن على الماء هل يجوز الاغتسال به في دورات المياه؟ ينبغي أن لا يغتسل به في دورات المياه، بل يغتسل به خارج دورات المياه، لأن عليه أثر القرآن. نعم. يقول أسكن مع أمي في بيت ولنا جيران يتاجرون في المخدرات،
أسكن مع والدتي في بيت ولنا جيران يتاجرون في المخدرات، وأنا أريد بيع هذا البيت وأمي ترفض ذلك، فهل من نصيحة؟ هؤلاء جيران سوء، ما يجوز أن تبقوا في جوارهم، فأنت على صواب في أنك تريد الانتقال من هذا البيت لتبعد عن هؤلاء المجرمين لئلا يفسدوا أولادك ويفسدوا، وأنت على خطر أيضا أنهم يؤثرون عليك، فأبعد عن المجرمين وأقنع والدتك، لأن هذا لا يجوز مجاورة مثل هؤلاء، لأننا نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا، والبيوت ولله الحمد كثيرة، فأبعدوا عنهم. نعم، هذا إذا لم تقدروا على الإبلاغ عنهم وإبلاغ المسؤولين عنهم للقبض عليهم، إذا لم تقدروا على ذلك. نعم. تقول: في بلدتنا ساحرة قريبة من المسجد، وبعض الإخوة يمرون أمامها ويضحكون، وكأنه لا يوجد شيء، مع العلم أنه يوجد طرق أخرى بعيدة عن هذه الساحرة تؤدي إلى المسجد، فما حكم المرور من الطريق الذي من أمام بيت هذه الساحرة؟ السحر كفر والساحرة كافرة، وهذا منكر عظيم ويجب إنكاره، ويجب إبعاد هذه الساحرة والقضاء عليها، إلا إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تقدروا على إبعادها والحكم عليها ولم تقدروا على ذلك، فعليكم أن تبعدوا عنها وتأتوا من الطرق البعيدة عنها، أما الضحك عليها فهذا فيه خطورة على الذي يضحك من هذا المنكر العظيم، كأنه لا يستنكره، إذا ضحك فمعناه أنه لا يستنكر المنكر، ومن لا يستنكر المنكر فليس في قلبه إيمان، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فحاولوا إبعادها والقضاء عليها، إذا لم تقدروا فابتعدوا عنها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع كفيك وارفع مرفقيك. هل هذا حديث؟ وهل ينطبق على النساء؟ وما أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف نوفق بينهما؟ الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم افتراش كافتراش الكلب، افتراش الذراعين كافتراش الكلب، يعني يبسط ذراعيه على الأرض، يرفع ذراعيه عن الأرض ويضع كفيه على الأرض، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللفظ الذي قاله السائل لا أدري عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش الكلب، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن بروك كبروك البعير، وعن نقر كنقر الغراب، هذا نهى عنه، هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تشبه بالحيوانات، تشبه بالحيوانات. فعلى المسلم إذا سجد أن يضع كفيه مبسوطة الأصابع على الأرض ويرفع ذراعيه عن الأرض. نعم. يقول: أنا مسافر من بلدي للعمرة، وسأبقى في مكة أسبوع إن شاء الله، هل من السنة أن أترك السنن الرواتب لأنني في سفر؟ إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فلست في سفر، أنت مقيم، انقطع السفر، فتتم الصلاة وتأتي بالرواتب وأنت مقيم، حكمك حكم المقيم. نعم.